صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين جاءوا من خارج هذه البلاد إليها ليستفيدوا من دروس العلماء ولأجل المعيشة مع المسلمين، هل يعتبرون مهاجرون في سبيل الله ويؤجرون على ذلك؟ لا، الهجرة الانتقال للسكنة، أما أنهم يجون لطلب العلم ولطلب الرزق أيضا، هذا يعتبر من النفور للتفقه، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا من النفار لطلب العلم، وهو من السعي في طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يرجى لهم الخير الكثير، لكنهم ليسوا مهاجرين. مهاجر الذي يستقر في البلد، يسكن في البلد ويكون من أهله، من أهل البلد. نعم.